أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر دعم الحكومة وإسنادها لتدوين التراث الوطني وتوثيق الإرث التاريخي لمملكة البحرين باعتباره أحد مكونات الثقافة الوطنية ولما له من دور فاعل في إبراز الهوية البحرينية وتميزها في مختلف الميادين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة والمواطنين، حيث أشاد الجميع بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها سموه مع المواطنين وبما يحرص عليه سموه دائما من حرص على إعلاء قيم التواصل والترابط في المجتمع، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تقوية الوحدة الوطنية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على الموروثات الحضارية والتاريخية للمملكة لتكون الأجيال المتعاقبة على بينة بالمنجزات التي تم إرساؤها وباتت شاهدة على تقدم البحرين ونهضتها، لافتا سموه إلى أهمية الحفاظ على المظاهر التاريخية ومنها البيوت التراثية وعدم إهمالها لدورها في إنعاش الجوانب الحضارية والسياحية التراثية. إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين زاخرة برموز وبأعلام وموروثات ثقافية واجتماعية ووطنية على مدى تاريخها القديم والحديث وفي مختلف المجالات، لافتا سموه إلى ضرورة الاعتناء بتدوين القصائد الشعرية فهي تحكي تاريخ وطن وحضارة شعب إلى جانب إسهاماتها في تطوير الحركة الأدبية والثقافية في المملكة.